مطار خورخي شافيز الدولي في مدينة ليما عاصمة البيرو. نرجو من المسافرين التقيد بالتعليمات. حيث التهديدات الأمنية، شرطة الممنوعات، جواز السفر، الوثائق المزورة، لو سمحتي، والبضائع المهربة، أمور تعاني منها كافة المطارات. في مطار خورخي شافيز هناك تحد أكبر. ماذا قال؟ قهوة؟ قهوة لكن لونها أبيض، وهو الإتجار بالممنوعات. سأموت في السجن. تصنف البيرو واحدة من أكثر البلدان إنتاجاً للممنوعات في العالم. النتيجة إيجابية، توجد ممنوعات. يحاول المهربون تجربة أي شيء. ما هذا؟ لإدخال الممنوعات إلى السوق العالمية. هل تحملين الممنوعات في معدتك؟ بمعدل إقلاع طائرة كل 7 دقائق يتوجب على شرطة مكافحة الممنوعات التسابق مع الوقت. لا تتوقف رحلات على مدار الساعة وطوال أيام العام. وكذلك الأمر بالنسبة إلى عمل رجال الأمن في مطار خورخي شافيز الدولي في البيرو. مطار خورخي شافيز الدولي في مدينة ليما عاصمة البيرو، أكثر مطارات البيرو ازدحاماً بالمسافرين ومهربي الممنوعات على حد سواء. ستغادر رحلة إلى المكسيك خلال 2 ساعة. تعتبر المكسيك طريقاً حساسة بالنسبة إلى شرطة مكافحة الممنوعات، إذ تمت مصادرة ممنوعات متجهة إلى المكسيك أكثر من أي بلد آخر. خلال فترة الذروة يتفحص أمن المطار أكثر من 1600 حقيبة في الساعة عبر أجهزة المسح بالأشعة. إذا اشتبه الأمن بأحد المسافرين يرسلونه إلى غرفة مسح الجسم. رصد رجال الأمن امرأة شابة بدا عليها التوتر. إنها عائدة إلى المكسيك بعد زيارة قصيرة إلى ليما. لو سمحتي سيدتي، سنجري فحصا بالأشعة السينية، يجب أن تذهبي إلى هناك نحو الوسط قليلا. عندك قليلاً؟ قليلاً بعد؟ هذا جيد. صورة لظهرها؟ أجل، ها هي ذي.